مباراة العموم كانت مفتوحة، كانوا فيها فرص كثيرة، لا بالنسبة لنهضة أتلتيك زمامرة لا بالنسبة لفريق اتحاد طنجة. فريق اتحاد طنجة كان في أمس الحاجة للنقاط اللي ضمن البقاء ديالو رسميا، حنا كنا ضمننا البقاء قبل وأدينا مباريات في المستوى خصوصا خارج الميدان. اليوم داخل الميدان يمكن نقول أنه مازال المشكل ديال البناء عندنا، لأنه اتضح بالملموس أنه حنا فريق دو كونتر نعتمد على الهجمات المرتدة، عندنا سرعة في الهجوم، عندنا لاعبين صراع اللي تيقدروا أنهم يتحولوا بسرعة للهجوم عكس أنك يتطلب منك البناء. فاليوم لما تطلب منا البناء لقينا مشاكل، وهذا خصو عمل أكثر، خصوصا أنه الوقت اللي تنشوف فريق اتحاد طنجة والمدرب هلال أنه قام بعدة تغييرات في التمركز ديال اللاعبين باش غلق علينا بعض لي سيركوي اللي بدينا تلقاهم. حنا كذلك غيرنا نوعا ما النهج ديالنا والطريقه باش بدينا في الاول، لانه في الاول بدينا بطريقه انه حطينا حامه وفرسي سور لي كولوار، ملي لقينا انه كاين مشكل فدخلناهم لوسط الميدان وبدينا تنحاولوا نلقاو فين يمكننا ندوزوا لاتحاد طنجه. قدروا انهم تجيهم ضربه جزاء ضاعت، قلنا يمكن يكون تحول ونعاود ندخلوا في المباراه تجي مرتد تيقدروا انهم يسجلوا هدف. يمكن السم باش حنا كنقتلوا متنابي اليوم، لانه لي كونتر اليوم قتلونا، ما لقيناش حنا لي زيسباس فين نمشيو، والفرص اللي جاونا ما عرفناش نتعاملوا معاهم. ما كيف قلت لك اليوم بالملموس اتضح انه فريق نهضه اتلتيك زمامره هذا الموسم هو فريق ديال لي كونتر، والدليل انه النتائج اللي حققنا مؤخرا، فوز خارج ميدان على الفتح، فوز خارج ميدان على المولودية الوجدية، فوز خارج ميدان على المغرب التطواني، فوز خارج الميدان على المغرب الفاسي، هذه كلها فرق قويه. لو واجهناها داخل الميدان كان ممكن ما نقولش انه نفوزوا، مي كنا نلقاو صعوبات اكبر. والمباريات اللي لعبناها داخل الميدان ما قدرناش انه نفرضوا اسلوب لعب، وهذا خصو وقت في العمل. يمكن الفتره المقبله ديال الاستعداد للموسم المقبل غيكون عندنا وقت فين نشتغلوا على بناء الهجمه باش ما تبقاش، لان اليوم ضاعوا لنا كرات كثيره في المنطقه الدفاعيه، بغينا نبنيو وغامرنا. ويمكن انه نقول لك لو ما كناش ضمننا البقاء ديالنا رسميا ما كناش غناخذوا هذه المغامره، وكنا غادي نلعبوها ان جولون ونمشيو نقلبوا على الدوزيام بالون عند لادفيرسير. ولكن اليوم رغم الاخطاء فبقينا مصرين انه نحاولوا نخرجوا الكره، لانه نبداو نستعدوا للموسم المقبل. كيف قلت لك الموسم المقبل غيكون عندنا وقت فين نشتغلوا في هذا الشيء، يمكن لينا نلقاو النهج اللي بغينا نوصلوا ليه. فاليوم الى جينا نديروا ان بيلون المباريات اللي لعبنا مؤخرا داخل الميدان ديالنا، هزيمه مع الرجاء، تعادل مع شباب محمدية، اليوم هزيمة مع فريق اتحاد طنجة باستثناء الفوز اللي فزنا على حسينية أكادير، ولكن كان عامل أنه سجلنا هدف مبكر ومشينا في الطريقة ديالنا أنه حسينية تيقلب يسجل ومشينا في دي كونتر وقدرنا الفوزو. فخلاصة ديال المباريات داخل الميدان هي هذه، خصنا مازال نجتهدوا في بناء الهجمة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.